كان من المفترض أن يتم الإعلان عن مواقف بغاية الخطورة عقب الاجتماع الاستثنائي لتكتل التغيير والإصلاح الذي طرأ بعد إشكال العدلية وضم صاحب العلاقة الوزير شرب النحاس إضافة إلى القاضي سليم جريساتي، فهذا ما تردد في الرابع عند وصول الصحفيين، إلا أن النائب ميشيل عون قرر أن يضع الأمور بيد رئيس الجمهورية على أن يقرر هو أين يريد الذهاب حسب قوله. عون اتهم الأجهزة الأمنية بالتصرف كالميليشيا وبارتكاب جريمة انقلابية، إلا أنه نفى أن يكون نحاس خالف قرار مجلس الوزراء، معتبرا أن الهبة الصينية أعطيت لوزارة الاتصالات ولا يحق لأوجيرو بتشغيل المعدات. كما أشار عون إلى أن وزارة الداخلية في عهدة الرئيس سليمان، وبالتالي فإن المسؤولية تقع عليه لمعالجة الموضوع، مضيفا نأمل من الرئيس الذي يطالب بصلاحيات لمنصبه أن يمارس الصلاحيات التي يملكها الآن. بكل مودة نسأله، هل يجوز بأنه مدير عام قوى الأمن يطيح بوزيرين؟ وزير الداخلية يفل عبايته، وزير تاني باقي بالمواجهة لوحده لحتى ينفذ الدستور؟ نتمنى عليه أنه ياخد الإجراء المناسب. نتمنى أيضا هالإجراءات تكون وفقا للتقاليد القانونية، كف يد مدير قوى الأمن الداخلي، إزالة المخالفة الأمنية، سحب قوى فرع المعلومات من مبنى الاتصالات، وثالثا إحالة المدير إلى القضاء العسكري. لمصلحة من كان الوزير بده ينقل هذه الماكينات؟ هناك بعض المصادر تحدثت عن نقلها لجهات أمنية غير شرعية في لبنان، لماذا لا يتم الإعلان عن ذلك؟ والمشكلة ما كان بينطر يصير في حكومة، لكن نحن مش شغلتنا نجاوب على الشائعات. هالجهات اللي عم تحكي تتفضل تعلن مسؤوليتها عن الكلام، ولا بنفك رقبتها بالنتيجة، لأنه نحن خلاص ما نحط حد للشائعات ولطق الحنك. في جريمة متمادية ومشهودة وتشكل عمل انقلابي، وخاصة واسمعنا في قدام تصريح بإحدى الوكالات الأنباء عم بيقول أنه كمان العمل الانقلابي مغطى رئيس الحكومة، فإذا هو عم تكبر القصة. عون لفت إلى أن اجتماعات التكتل ستبقى مفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة، على أن يعقد الاجتماع المقبل عند الساعة 3:30 من بعد ظهر الأحد.